السلام عليكم. اليوم long vowels، أصوات العلة الطويلة. إخوان، أصوات العلة القصيرة عادة خمس أصوات بس. زين، هذا الخمس أصوات سهلة، إن شاء الله سهلة، بس مثل ما قلتكم أكو بهن سهلات حيل ما يحتاج لهن أي شيء، بس لازم تحفظ أمثلة. بالبداية أول خطوة لازم أحفظ أمثلة. راح تقول لي شلون؟ أقول لك تحفظ لكل صوت ثلاث أمثلة. تحفظ الصوت، الكلمة مالته، الرسم الصوتي، هذا واحد، هاي اثنين وهاي ثلاثة، ثلاثة أمثلة تحفظهن وتحفظ الكلمة مالتهن، بحيث لما نشوف هذا الصوت تقول هذا الصوت الكلمات مالتها هذن ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. راح تقول الأستاذ شنو استفاد من عدهن؟ لا حبيبي صدقني تستفاد، بالله العظيم تستفاد، بس احفظهن وخطيتك برقبتي. احفظهن بالبداية أول خطوة، الخطوة الثانية تعال علي تابع الفيديوهات وشوف شلون راح تستفاد من عدهن. خلينا نبلش بأول صوت، صوت الثامن من أصوات العلة، ويعتبر هو الصوت الأول من أصوات العلة القصيرة، العفو الطويلة. عندنا أول صوت ما أعرف، خلنا نقرأ الكلمة مالتي. ميت، ميت، إيت. إذن هذا صوت الإي. ميت، إيت، كي، كي. إذن هذين الحرفين نقرن هذا الصوت إي. زين، هذا الصوت شنو؟ ما أعرف. خلي يقرأ الكلمة مالته. هارد، هارد. انتبهوا علي، هذا ما تنقري هارد، هذه تنقري هارد، هارد. انا طبعا بدي احكي لك لهجه بريطانيه. هارد. ستارت، ستارت، ستارت. كات، كات. شو يقولون؟ كارت، كات، كات. تفهم عليه واضح اخوان؟ كات. هذن الاي والار، هذا الصوت اللي هو يا صوت صوت الا، كات. زين، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. خلي اقرا الكلمه مالته. بول، بول، بول. سبوت، سبوت. اذا هذا صوت الاو، سبوت. هورس، هورس. اخوان الراء ما يلفظ، الراء ما يلفظ، خصوصا اذا اجى بعد كونسوننت. يعني هذه مو تنقرى سبورت ولا تنقرى هورس، هذه تنقرى هورس، هورس. This is my horse. That is a good horse. That's a European horse. زين، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. خلي اقرا الكلمه مالته. باد، واد، سير، سير. واضح؟ bad، word، sir. زين، إذن عرفت هذا الصوت شنو؟ bad، إيه، bad، bad، word. تفهم علي إخوان؟ أعيد وأكرر، راح تبقى تخربط بالأصوات، راح يكون أكو هواي خربطة وما تميز بيناتهن، بس أول خطوة أحفظ الأمثلة وراح نعطيك ملاحظات تفيدك فائدة مو طبيعية. هذه الملاحظات هي اللي راح تخليك تميز بين هذا الصوت عن ذاك الصوت. واخر صوت باللونج، صوت ال شنو؟ ما اعرفه. خلي اقرا، خلي اقرا لكم مالته. يو، تو، بول، او، تو، تو، تو. يو، يو. اذا يو، او، تو، بول. اذا هذا صوت الاو، تو، او، او. واضح؟ زين، بالبدايه راح ابقى اخربط باحفظ امثله وراح اقدر اسيطر عليه. هذه اللونج فاول انتهن، نشوفكم بالمحاضره القادمه. هذه الملزمه طبعا مرتبه ان شاء الله، ترتيب حلو عجبتكم. اللي يحتاج الملزمه ان شاء الله ما نقصر اياه، ويتفضل علينا على الخاص على قناتي على تليجرام، موجوده بالوصف وموجوده باول تعليق على اليوتيوب.